السلام عليكم، اهلا بكم النهارده حلقه جديده من لقمه هنيه. قبل اي كلام يعني جمعه مباركه طبعا، ونحب نعزي كل البيوت المصريه، كل المصريين على اللي حصل امبارح. مش هقول بيت معين او رقم معين، لان الارقام زي ما انتم شايفين كل يوم بتزيد وكل ساعه بتتغير. هو طبعا اكيد النهارده مش يعني فكره الطبخ عامه، انا فاهم فاهمين كلنا كويس قوي، اكيد مش وقتها، بس اللي نقدر نقول طبعا الله يرحم كل الشهداء اللي ماتوا امبارح، مدنيين وعسكريين وكل الناس اللي موجوده. يوم من ألعن ايام عدت علينا امبارح بالحرب اللي احنا عايشين فيها دي، حرب الارهاب الملعونه اللي هي ضد مصر مش ضد حد معين، ان مفيش حد في الدنيا يحب البلد دي يعمل فيها اللي بيحصل ده. ولو احنا مفكرين الحرب دي ضد الجيش او الشرطه او الحاجات دي خالص، نبقى احنا مخنا بنبص في حاجه قريبه قوي. الحرب دي ضدنا احنا، ضد المصريين كلها، ضد البني ادمين، لان بدليل اللي احنا بنشوفه جوه البلد بنولع وبره بنضرب، بس ده اكيد فتره هتعدي لان احنا اقوى من كده كبلد، بشعب وبجيش اقوى من اي حد يفكر يضرب علينا ونضرب عليه والتركيبه دي. فاكيد مش حارس يحصل زي امبارح هيبطلنا ان احنا نقدر نتكلم او نشتغل او نعيش حياتنا الطبيعيه. فتره هتعدي ان شاء الله، وان لله وان راجعون. وكل اللي ماتوا امبارح واللي هيموتوا كمان، ده فدا البلد دي، واحنا كلنا فدا البلد دي. مفيش حد فينا يعز على ربه سبحانه وتعالى، اذا كان عسكري او مدني او ايا كان الموضوع. انا مش عارف اتكلم اقول ايه، بس يعني زي اي واحد بيتكلم. لكن اللي بيحصل دوت حرب علينا احنا كمصريين، مش حرب على الجيش ولا على الشرطه. واللي بيموتوا مصريين، مش جيش ولا شرطه. والجيش والشرطه ما هم مصريين، ما دور في عيلتك هتلاقي كل عيلتك فيها اللي عسكري واللي ده واللي ده، هي مالهاش علاقه. بس كارهاب اللي بيحصل كل يوم، مش لاقيين حاجه يعملوها غير يفجروا هنا ويفجروا هنا وبره، يضربوا من هنا. على ما اعتقد دي حرب سخيفه، مش من بس من هنا، لا، ما اكيد مفيش حد مصري هيعمل كده. انا مش عارف اقول ايه بصراحه ولا اتكلم في ايه، ولكن اعز كل الامهات. وشوف كم بيت اتخرب امبارح، وكم واحد مات، وكم ام وكم اب وكم ست وكم عيل اتيتموا مننا كمصريين. فاللي يقبل ده اكيد مش من مصر، اكيد ملوش علاقه بالبلد اصلا، ولا بيحبها ولا يعرف عنها حاجه. وعشان كده اللي يحصل من ايد القوات المسلحه حلال في اي حد يحصل له اي حاجه يحصل. طيب انا والله انا هتكلم كلام عشوائي، وانا ما بفهمش في السياسه ولا بفهم في حاجه، بس بتكلم زي ما اي حد بيتكلم في الشارع. هو ده اللي حصل امبارح، ان الله وان اليه راجعون، وكلنا هنموت، وكل واحد فينا ليه ميعاد ولوقته. يعني لو هنموت عشان البلد دي، يبقى على الاقل موتنا بكرامتنا شهداء زي ما بيقولوا كده بالعربي. طيب هو النهارده يوم اكل كالعاده، عارفين يوم مسابقه. معانا النهارده ياسمين ونعمه، هيطبخوا لنا طبخه النهارده ان شاء الله كده، وربنا يكرم ان شاء الله. تعالى اطلع فاصل ثم نوصل. اهلا بكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. احب ارحب بياسمين منورانا، نعمه منورانا. معلش بقى النهارده انا دايما كان عادي احب اهزر احب اضحك، بس زي ما انتم شايفين حال البلد وده حالنا كلنا وحال كل بيت مصري. يعني ميت له واحد امبارح واثنين وثلاثه، وكل البيوت كلها امبارح نايمه بكابه. ربنا يصبرهم. واللي اتيتم واللي اتارمل واللي ساب عياله واللي ما رجعش بيته واللي بتدمر، على ما اعتقد دي مش لمصلحه حد يحب البلد دي. طيب هتعملوا اكل ايه، ولا تعملوا، ولا هتروحوا، ولا انتوا ايه نظامكم النهارده؟ ليه بس كده الدخله دي؟ ها؟ هتعملوا ايه؟ ان شاء الله طاجن تورلي. على نفسك شويه. تورلي طاجن تورلي باللحمه، وفريك بالفراخ. طاجن فريك بالفراخ، تمام. ورز بالشعريه. نفس الموضوع، بس زياده عليه شوربه البطاطس. او شوربه البطاطس. وشوربه البطاطس على كل الاثنين ولا انت بس؟ لا احنا الاثنين. طب يلا توكل على الله. اتفضلوا اتفضلوا. هي النهارده يعني زي ما قلت لكم من الاول، هو مش وقت اكل ولا وقت طبخ، بس احنا ما ينفعش نوقف وما ينفعش نستسلم لاي حد ان كان هو مين، ويزعلنا يكون في قلبنا، لكن مش هيبقى اكتر من كده. لان اسرائيل ذات نفسها
البلد اللي احنا طول عمرنا بنقول عليها هي عدوة لينا واحنا عدوين ليها، وحصل ما بيننا حروب الايام والاجيال ما بيعملوش بعض كده. ما سمعناش ان يحصل في اليوم في اسرائيل 10 تفجيرات وخمس تفجيرات، وهنا بيولع وهنا بيضرب وهنا قتل مين وهنا ولع في مين وبيضرب في الجيش وبيضرب في الشعب ايه الهدف؟ ايه اللي هيحصل؟ ايه الخيال اللي انت ممكن تتخيله؟ انا ما اعرفش، انا اللي بكلمه دلوقتي اكيد ما بكلمش حد مصري. اللي مصري بجد وعنده كرامه وعنده غيره على ارضه وعلى عرضه اكيد مش الكلام ليك انت، اكيد انت راجل حابب بلدك ومتربي فيها وخيرها مغرقك لحد ما كبرك وبقى عندك وعي وبقى عندك فكر كده تقدر تتعايش بيه، اكيد مش هو ده. بس اللي بيعمل كده ده ملوش، يعني هقول ايه، بس انا ما بتكلمش في السياسه ولا في الدين والله، بس مفيش دين في الدنيا بيقول كده. اي دين، مسيحي مسلم يهودي اي دين في الدنيا يقول لك كده. واحنا ما بنعملش حاجه في حد، يعني احنا ما سمعناش مثلا الاسبوع اللي فات مصر ضربت الحته الفلانيه فمستنيين الرد بقى عشان احنا ايه اجرامنا في حق الشعب اللي ضربنا فيه او حق الجهه او المجموعه اللي ضربناها فاحنا ناخد حقهم او ياخدوا حقنا. ما حصلش، احنا في حالنا. وبصوا على العساكر اللي بتموت دي، ما هو العسكري ده ما هو يعني بلاش اقول لك مسلم ولا مسيحي، ما هو مصري وفي الاول وفي الاخر مصري. ما هو مش معقوله نحلل دم الناس دي، ما هو مفيش دين. هات لي ايه في قران او في انجيل او في اي ديانه بيقول لك حلل دم الفلان ده او حلل دم الشخصيه دي. ما ربنا يهدي، ربنا يهدي، عشان احنا مش مستحمين اكتر من كده. واللي بيحب يدمر البلد دي اكيد ما هواش بيحبها. ما فيش حد في الدنيا يحب منطقه يضربها ولا يحب بلده يضربها الا لو كان خاين، خيانه بس مش اكتر من كده. خلينا نخش في الطبيخ. قولي لي بقى بتعمل ايه؟ عملية جراحية ولا بتعملي ايه؟ بقطع الفراخ طبعا قطع. تخلي الفرخة؟ لا مش اخليها كاملة بس يعني اخليها. بتشيلي منها الحاجات اللي مش عايزاها. وهتعملي بعد كده ايه بقى؟ ايه الحلة دي؟ دي مية. مية. هتسلقي فيها الفراخ؟ فراخ. حلو. وبعد كده تعملي ايه؟ وبعد ما تتسلق هشوحها. انا مش سامعك، اكيد المشاهدين مش سامعين لك. بعد ما تتسلق هشوحها، وبعد كده هكون مشوحها الفريك بالبصل. وبعد كده هنزل عليه بشوية طماطم. والله صوتي واشي قوي قوي، هو حتى الكنترول مش سامع صوتك، تأكيد المشاهدين برضو مش سامعين. تمام. هشوح الفراخ، وبعد ما اشوحها هشوح الفريك مع البصلة والطماطم، وبعد كده هسويه شوية شوربة صغيرين لغاية ما يستوي شوية، وبعد كده هحطه في الطاجن وهحط الفراخ فوقيه وادخله الفرن. ماشي الكلام. طيب استاذتي العزيزة بتعملي ايه؟ حطيت في المرقة بصل ورق لورا وحبهان طماطمايه، فص المرق كله، وقطعت الفراخ 8 قطع وهسلقها. بعد ما هسلقها هتبلها بره الاول واركنها تشرب من التتبيله بتاعتها، وبعدين همسك الفريكه اشوح البصلايه وانزل بالطماطم المبشوره عليه. تمام. بعدين هشوح الفريك واديه شويه شوربه شويه شوربه لحد ما يدخل في السوى، لان الفراخ طبعا هتبقى. طب بس عشان ما تغشش منك. طب اوكي خليكي كده، انا بس سالتك سؤال، انت هتفتح المطعم كله انت قلت لي اعمل ايه؟ تقول المنيو كده، هتسرق منك المنيو. طب على ايه؟ وصوتك انت كمان اعلى منها، فهتلاقي الموضوع يتاخد في ثانيه في لحظه. هاخد منك كل حاجه. اللحمه اللي هتعملوها ايه؟ اللحمه البتلو دي ايه؟ اللحمه البتلو دي هتعمل طاجن تورلي. طاجن تورلي بالخضروات والخضار. بس هزود عليه فلفل الوان، جزر وبطاطس وفلفل الوان. طيب ماشي. فلفل الوان ليه؟ انا بحب الفلفل الالوان في كل حاجه، لان بيدي لون للاكل تقيل غير الصوص بتاع الصلصه، وبيدي صوص تقيل بيبقى طعمه طيب حلو. ملحوظه، فلفل الالوان ما بيبقاش حلو في التسويه عامه، يعني بيخش النار. فكره فلفل الالوان هو حلاوته وطعمه وفايدته لما بيكون ني، او لو هيتحط في صوص او يتحط في حاجه بيبقى في الاواخر، فما تطبخوش. لا لا مش هتطبخ، بس ما تعملوش معرض البصل والثوم والفلفل الحار. بعد ما احط اللحمه وبعد ما احط الخضار كله زي الفل. ها خلصت تقطيع وجراحه؟ هحطهم فين؟ دول في الباسكت اهو. في الباسكت. اتفضلي قولي لي بقى. هتبلها الاول وبعد بسام. كده هتبلها الاول وبعد كده احطها في الميه. ماشي. طيب انا هتكلم معاك، هدردش معاك انت شخصيا بقى. قولي لي بقى انت ايه طبيعه عملك او دراستك؟ او انا بكالوريوس تجاره. بكالوريوس تجاره، معلش النبي شويه. بكالوريوس تجاره قسم محاسبه. بكالوريوس تجاره. انا عارف هو بسم الله ما شاء الله وشك ببشاشته لايق عليه الصوت الواطي، بس انت عارفه التلفزيون وكاميرات وبتاع، فلازم نعلي صوتنا عشان خاطر يعني الناس تسمع. عشان تقول لي
انا عارف ان مش هيطلع منك عالي، بسم الله ما شاء الله عليك، انا فاهم ان ده وقارك يعني، دي حاجه فيك انا عارف يعني بشكل كده يعني بس عشان بس عدي المره دي معلش. قولي لي بقى، انت بكالوريوس تجاره اتخرجتي ولا لسه؟ اتخرجتي. حلو قوي. اخبار الطبخ معاك ايه بقى؟ لا الحمد لله تمام. يعني انت في البيت مع مامتك مع باباك واخواتك، مين اللي بيطبخ؟ ايه اخبار الدنيا معاكي؟ انا اللي بطبخ. انت بتطبخي ومامتك؟ لا يعني ماما عشان دلوقتي حاليا ما تقدرش، فانا بس هي اللي عملت الطبخ. اكيد طبعا. حلو. اكتر الاكلات اللي بتطبخها في البيت هما بيحبوها منك ايه؟ اكتر الاكلات ليه؟ يعني الاكل العادي الطبيخ المصري، الشرق الشرقي بتاعنا، الشرق العادي، الطواجن، الصواني، تمام، الحاجات دي كلها. حلوه قوي. وفي بقى طيب. يعني الاكلات جديدة شوية اللي هي مثلا شرب الكريمة، الحاجات دي الحاجات الحديثة شوية، شرب الكريمة، شرب الكريمة، الحاجات مش معتادة يعني الجديدة دي شوية. حلو قوي، مميزة انت في البيت بالاكلات اللي عامة عامة كل حاجة. الحمد لله. حلو قوي. طيب منى. الو الو، صباح الخير يا علاء. صباح الخير يا منى، ازيك؟ ازيك يا حبيبي، اخبارك ايه؟ كويس، اهلا بيك يا منى. الحمد لله والله. طبعا في حبيتك وكرمك. تقول لي التتبيلة بتاعت يوم الاربعاء اللي هي الشيش طاووق اللي كنت عامله للشباب كده للاطفال دي، عشان عملنا ايه يوم الاربعاء؟ معلش انا اسف يا ماما، يا ريت تقول. نعم، الشيش طاووق. لا كنت عامل الفانيه انت يوم الاربعاء للاطفال. مظبوط، كنت عامل فيها الحاجات يوم الاربعاء. مظبوط. النجريسكو؟ لا بريسكي، كريسبي، الحاجه كريسبي، البانيه كان كريسبي يا علاء، حاجه كريسبي. حاضر ماشي. كنت بدي تديله بانيه، معمله بانيه وطلع كريسبي وال حاضر ماشي. وايه كمان؟ الزعفر، وسندوتش الفراخ اللي عملناه اللي هو على طريقه الشاورما. شاورما والبانيه بتاعه كان كريسبي كده. حاضر ماشي. وايه كمان؟ ايه رايك يا علاء كده بقى؟ والشيبسي بس قول لي اعمله ازاي. حاضر ماشي الكلام. حاضر، ميرسي يا علاء. ماشي، تحت امرك يا ماما. شكرا جدا ليك يا ماما. شكرا جدا ليك يا ماما. شكرا جدا. معلش انا اسف، في الاول قلت الاسم على طول، بس لو سمحت يا جماعه في الكنترول ما تقوليش اسم على طول يا شبيك بعد اذنك، يعني حد قد امي او امك يعني لازم نقول نبقى عارفين دي حاجه فلانه، عشان ما بقاش قايل الاسم دايركت كده، او بنت صغيره قول لي يعني عادي. طيب عفوا. زبده وبصل. وبصل ليه؟ للفريك. للفريك. هتشوحيهم كويس؟ هتشوح بس شويه وبعدين هنزل عليه. الفريك نقعه ولا سايبه كده؟ منقوع. ها؟ منقوع. ليه؟ عشان ما بياخد سوا كتير. لما تشرح لي ليه؟ انا بسالك والله، ما نيتي حاجه، انا بس عشان بس الناس تسمع منك انت، تستفيد منك. عشان اساسا الفريك المفروض ان هو يتنقع، لانه اصلا بينفش اصلا في الميه. بالظبط. وعشان ما يستويش ما ياخدش وقت جامد في السوا. تمام. وايه كمان؟ وان هو ممكن يكون في حصوه. بالظبط. ان هو دي بتبقى زي ما انت عارفه لازم ننضفه كويس قوي. جميل. بتقشر الكوسه ليه؟ بقشرت الجزر وبقشر الكوسه عشان ما حد يحط الترلي. فاهم يا نص؟ فاهمه فاهمه. يعني ما شاء الله عليك، يعني طريقتك حلوه في الاكل. جميل. طيب هتعملي دلوقتي تقطعي الخضار وتشتغلي واحده واحده. ايوه بس انت هتعملي اشتغل كله مع بعض. الكوسه زي الجزر في التسويه؟ لا. هتعملي ايه؟ هنزل الاول بالبصل وهحط توم واشوحهم، وبعدين هنزل بالبطاطس الاول. جميل. وبعدين الجزر وبعدين الكوسه. تمام شاطر زي الفل. خد بالك ان التومه دي تبدا تلسع شويه البصله. حلو. وهنا انت شغاله على شويه نار اكتر. الباسكت اجيبه لك زي ما انت، خليك زي ما انت. اتفضل الباسكت اهو في النص. اتفضل. تمام. انت بتقشري الجزر العكس. ايوه كده. حلو قوي. هتبداي دلوقتي تبلت الفراخ، هتسلقيها ولا تشوحيها؟ لا هسلقها الاول. هسلقها الاول وبعد كده اشوحها. هتسلقيها الاول وبعد كده تشوحيها، ومعين ان التتبيله دي تتبيله تشوي مش عارف. لا بس انا عامه يعني بحب اتبلها الاول وبعد كده اديها سلقه، خصوصا الفراخ اللي هي. طب يلا انا هشغلك النار على الناحيه دي. تمام. عشان نوسع شويه لل اهو كده كويس. ماشي كده. يلا نزلي حاجتك تتسلق، النار عاليه اهي عشان تكسبي وقت. والطبق الثاني هخش فيه ايه؟ هشوح الفريك. ليه؟ هشوح الفريك. تمام. يبقى نحضر حله للفريك. انا عايزك تسعي شويه عشان الساعه 2، فما نتاخرش. ماشي الكلام؟ ماشي. 2 دي يعني بما يعادل الوقت اللي بنتكلم، فاضل لنا حوالي مثلا حوالي 50 دقيقه مثلا. ف 50 دقيقه هنلحق ولا الماينس اطباق؟ لا ان شاء الله هنلحق. ايه؟ ان شاء الله هنلحق. هنلحق؟ ان شاء الله. استاذتي العزيزه؟ ان شاء الله هنلحق. هنلحق؟ ان شاء الله. طيب حلو قوي. انت ليه قطعت الفراخ على قطاعه وشلت القطاعه على جنب؟
عشان تقطيع الخضار غير تقطيع الفراخ. ده ليه؟ انا اقطعه وده انا اقطعه، ما ينفعش اقطع اللحوم مكانها خضار. انا عايز تعرفيني ليه؟ عشان الزفاره بس ولا عشان الزفاره بقى فيها نسبه بكتيريا كمان في اللحوم؟ نسبه بكتيريا ما ينفعش اقطع عليها الخضار. حلو، ده انت عارفاه لوحدك، مش محتاجه حاجه حد يوضحها لك اكتر من كده. أكيد. ده الكلام اللي بتكلم فيه مظبوط، هو ده اللي انا بس بنكشها فيه. الطبيعي لما نشتغل بالذات الفراخ ونقطعها، هي الفراخ شيلناها خلاص حطيناها في الميه او حطيناها في البوله، السكينه بتاعتها والجوانت بتاعها والقطاعه بتاعتها والبوله بتاعتها كله ما يشتغلش تاني، لان زي ما احنا عارفين ومتاكدين ان الفراخ فيها نسبه بكتيريا عاليه جدا من ماده السامورين اللي هي فيها، اللي هي الجلد بتاعها. فطبعا ده ملوش علاقه خالص بالنظافه، فلما بتتشال بيبقى انظف واحسن، لكن لو اتساب او استخدمنا ايدينا مطرحها حاجه ثانيه خضار يعني بنلوث الاكل بس من غير ما ناخد بالنا، وتكوين البكتيريا من الفراخ بالذات سريع جدا اكتر من السمك واكتر من اللحوم او من اي حاجه في الدنيا. الفراخ بالذات او الطيور عامه نسبه البكتيريا فيها عاليه جدا، من حتى لو كانت مجمده وفكت او كانت فريش ولسه هتتطبخ. فناخد بالنا شويه من فكره الدواجن بالذات، واحنا بنقطعها في البيت نقطعها بالقطاعه وبعد كده نغسل القطاعه على طول والسكينه ونشتغل على طول نفس الموضوع، وما نحطش ايدينا في حاجه ثانيه غير ما نكون منظفين ومظبطين الامور. صح ولا غلطان؟ الزبده والبصل دي ايه؟ للفريك اشوحه فيها، الفريك اشوحه فيها واركنه شويه لغايه ما المرقه تستوي شويه بتاعت الشوربه، وتغلي اكتر هتستخدميها وتشربها عشان اسويه شويه. طب الفريك ده عفوا الفريك باللحمه ولا بالفراخ؟ لا الفريك بالفراخ. بالفراخ؟ اه انا افتكرت باللحمه عشان كده سالتك ان مرقه الفراخ للحمه. لا لا ما ينفعش طبعا، ما ينفعش تحط اللحمه على فراخ. تمام معلش يا شيخ انا اسف. مدام سهام. الو السلام عليكم. عليكم السلام، ازي حضرتك؟ الو مدام سهام، ازاي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم، اخبارك ايه؟ الحمد لله كله تمام. حضرتك اتفضلي. لو سمحت انا كنت عايزه بس، والدتي عندها 63 سنه، ربنا يديها الصحه، اتفضلي. وهي عايزه بصراحه تشترك في البرنامج. ده على راسنا بس كده، هي تشترك في البرنامج. تمام وان هي تشترك معاك، يعني هي ما شاء الله بتعرف تعمل العيش كويس جدا والزلابية والحاجات البيتي دي كويس جدا جدا جدا، فنفسها نفسها بجد ان هي تشترك ده معاك. قبل اي كلام طبعا دي امنا وشرف لينا اللي هي تنورنا وتشرفنا، وكان ينفع المطبخ يروح لحد عندها كنا عملنا كده. ده رقم واحد. رقم اتنين، هيكون عندنا مشكله واحده اللي هي مش هنقدر نجيب لها منافس. ايه؟ ما عندناش منافس ليها. هتيجي انت معاها؟ اه انا ممكن انا اجي معاها، اه عشان احنا مش هنقدر نجيب لها منافس. اه الا لو طبعا حد من اهلنا وامهاتنا دلوقتي بيتفرجوا علينا حب يجي يعمل نفس التركيبه. لا انا ممكن انا اجي معاها. طيب خلاص تنورينا ان شاء الله، واحنا نحضر لها كل حاجه عايزاها قبلها بيوم وتيجي تنورنا طبعا ان شاء الله. تمام. طب هو المفروض ان انا يعني اشترك ازاي في المسابقه؟ ولا حاجه، حضرتك اشتركت يعتبر دلوقتي، هتسيب رقم تليفونك في الكنترول وزمايلي هيرتبوا مع حضرتك الميعاد والوقت وتنورينا ان شاء الله. ماشي الكلام؟ ماشي، ميرسي لحضرتك جدا. تحت امرك، شكرا جدا ليك وسلمينا عليها كتير جدا، اول ما نشوفها ان شاء الله. هي معلش، طب حضرتك عندك وقت بس تسلم عليها؟ طبعا، هو انا ما عنديش حاجه غير حضرتك طبعا، اتفضلي دهاني. الو السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا حاجه عامله ايه؟ الو السلام عليكم. عليكم السلام، ازيك يا ماما عامله ايه؟ ازيك عامل ايه؟ الحمد والشكر فضل وعدل والله. اخبار صحتك انت عامله ايه؟ الحمد لله. طمنيني عليك يا حاجه، كله زي الفل؟ حلوه قوي، فقلت بقى بتجيب انت الناس الكبار اللي زينا. ايوه فنفسك بقى ابقى معاك. ده انت على دماغنا يا حاجه مش معانا بس. الله يخليك. والله تيجي تنورينا ان شاء الله في اقرب وقت، هنظبط الجدول لو الجمعه الجايه نقدر نبدل حضرتك بحد، يبقى حضرتك على طول في اول جمعه ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله تنورينا يا ست الكل. اي حاجه ثانيه؟ شكرا. طلب صغير منك ممكن؟ مع الف سلامه يا حاجه. طيب شكرا جدا ليك. انا كنت عايز اطلب منها طلب صغير، تدعي البلد بس مش اكتر من كده، لان امهاتنا هم البركه، فلما يدعوا للبلد كده ربنا يا رب ان شاء الله يكرمنا ويصلح حالنا ان شاء الله. تمام. السلق بتاعك شكله حلو، انت حطيت طماطم؟ ايوه. وايه تاني؟ وبصل وورق لورا وحبهان وماجي كنور. حلو زي الفل. فلفل اسمر حطيتي؟ اه طبعا وملح. انت سلقت نص سلقه؟
يعني داخله في السوى خالص. انت ممكن تكملي تسلقها على فكره يبقى اسهل لك. ما انا هدخل، هي تعتبر كده استوت يعني. ماشي، لو عايزه تكملي تسلقها لا في الميه يبقى افضل برضو، بحيث ان ما تاخدش معاك وقت في التسويه. عايزه ايه؟ افتحي الدرج اللي نفسك فيها تلاقيه قدامك. ايه انا ما بهزرش والله. انت عايزه ايه؟ مش عايزه حاجه تقلب بيها ولا مغرفه؟ الدرج الثاني بعد اذنك، ثانيه واحده اتفضلي. وعشان كده انا ما بقولش كلام والله من هنا، ده درج المغارف وده درج المعارف. تمام. طيب هنقف عند النقطه دي. الفراخ هنا اتسلقت وطلعت ما شاء الله على السريع، والناحيه الثانيه كمان المرقه بتخش على الفريك ويبدا يستوي كويس، والفريك نزل هنا كمان بالمره وبتقلب وبتشوح مع البهارات، والفراخ هنا بتتسلق وده المطلوب. هنطلع فاصل صغير جدا، بعد الفاصل نكمل بقيه اكلاتنا ونستقبل تليفونات حضراتكم بعد الفاصل. اهلا بكم مره ثانيه مع الاوبانيه. طيب تحط المرقه على الفريك، وعايز تولع النار دي صح على كده؟ صح على اذنك. تمام. وصلت لحد فين انت بقى؟ هل الفريك فاتح شويه بتهيألي ولا انت عايزاه كده؟ مش يعني غامق قوي. ما بحبوش غامق قوي يعني. بحبوش غامق. حط له صلصه ولا تخليه بالمرقه؟ لا حط له صلصه. صلصه يعني لسه لسه بس هو يشرب ميه. واللحمه اللي هي دي بتشوح بالورق الغار والبصل. وايه تاني؟ وحبهان والحبهان بحيث وهنا الفراخ شغاله. تبلتك مخليه المرقه نظيفه والله كويس. باينه جدا يعني، بتبان التتبيله من هنا يعني. لو فراخ زفره لا مطلعه ريم على الوش كويس. طيب تعملي ايه هنا؟ تعالي رحت فين؟ تعملي ايه؟ البصل البطاطس. حطيت البصل والبطاطس ده شوربه البطاطس. حطيت البصل شوحته بالزبده، وبعدين حطيت البطاطس، حطيت معاه الكرفس والكرات. هنشوحهم شويه وبعدين ننزل عليهم بالمرقه واتبلهم واسيبهم يغلوا مع بعضهم شويه، وبعدين نبقى نضربهم ونحط الكريمه في الاخر. حلو الكلام. مين اللي بيعمل اكل في البيت؟ انا طبعا. امال انت بتردي مره واحده كده؟ انا طبعا. خضتين. طيب يعني انا بحب المطبخ يعني. انت عايشه مع مين؟ مع جوزي وولادي. انا عارف. لا يعني مع مامتك قصدي، لكن سؤالي هو مع مامتي. لسه كان هيكمل والله. مع اولادك؟ مع اولادك او بيتك ولا لسه مع مامتك ده اللي قصدي عليها؟ لا مع بيتي وولادي ومامتي بقى معايا. حلو ما شاء الله، ربنا يحفظهم لك يا رب. ربنا يحفظهم. عندك اولاد ايه؟ عندي اربع بنات. اللهم صل على النبي. الله اكبر، ربنا يحفظهم لك يا رب. وايه بقى اساميهم في ايه؟ عندي فرح 14 سنه. الله اكبر، مش باين عليكي خالص، كملي ما شاء الله. وعندي جنى. جنى 10 سنين. 10 سنين بسم الله ما شاء وعندي الله. وعندي سما 8. بسم الله. وعندي ايتن 2 سنين. بسم الله ما شاء الله، ربنا يحفظهم لك يا رب. ربنا يخليك يا رب. قولي لي بقى الاكل مين بيخش معاكي في المطبخ؟ مفيش اي حد يقف معايا في المطبخ. مفيش حد كده؟ مظلومه شكلك. لا انا ما بحبش خالص. لا 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 خالص. طب ليه بقى؟ انا بحب المطبخ. لا يعني ليه ما تدخليش معاكي مثلا البنات؟ بيوتروني. لا البنت بيوطروا. الكبيره بتغسل مواعين عليا. بتغسل مواعين بس؟ طب حرام عليك يا شيخه، انت تدخلي البنت تخليها تغسل المواعين؟ ما هي دي برضه يعني حرام، دي في حقك انت غلط. ما انا مستنيه. لا لازم تعلميها المره تقشر لك، المره تقطع لك، يعني بتساعد برضه. يبقى في اي حركات. هي بتساعد برضه. ايه؟ بتساعد برضه. طيب هي الوحيده بس تخش معاك المطبخ. والباقي لا. لا الباقي بيوتروك. بيعملوا حاجات تانية. بيكسروا الدنيا بره. لا بيعملوا حاجات تانية بره المطبخ. ايه بقى؟ انا بشتغل عندي نظافه. انا حسيت عندي كل بيشتغل. انا ما شاء الله ربنا يحفظهم لك يا رب ويطعمك في عزك يا رب. زوج حضرتك اخباره ايه في الاكل؟ تمام يعني ذواق. ذواق حلو يعني راضي عن اكلك ولا عن اكل مامتك ولا عن اكل مامته؟ هي مامته متوفيه الله يرحمها. الله يرحمها ويحسن اليها. حلو، في فرق ما بين اكلك؟ خلاصه الكلام يعني هو ما بياكلش الا من ايدي. حتى من لو داخل. لو ما تحاولش توقع. لا لا لو معزومين عند حد او كده انا لازم انا اللي اعمل الاكل. دي جديده دي. والله. يعني انت بس رايحه عند حد من صحابه. لا حد من صحابه دي بقى بتبقى تدبيسه يعني. بتبقى خلاص كده اللي هو واكل قبل ما يروح. لازم ياكل وخلاص. ياكل قبل ما يروح. اقلب يعني؟ انت مزاجك عالي قوي. اكيد بتتفرج علينا صح ولا انا غلطان؟ ايوه بطل. موجود بره. طيب اكيد برضه بيتفرج علينا، ما بره بيتي مش عندنا. اكيد. اكيد انت مزاجك عالي دلوقتي. ها؟ طيب ربنا يحفظه لك يا رب ويخليه لك. طيب طب انت ليه شايفه مثلا البنات ما دخلوش من بدري المطبخ معاكي؟ لا لسه. لا مش لسه. فرح الكبيره عندي ساعات بوقفها معايا ان هي بس كده. ايه ده؟ على معاك. فرح الكبيره؟ ساعات بوقفها معايا. عندي جوديات. تاخد
تاخد بس فكره عن اللي انا بعمله في الاجازه، لكن في دراسه لا. بس كده. طب انا برضو لومي عليكي في حاجه واحده، الباسكت اهو وعندك جوانتيات والمناديل، اجيب لك في مناديل عندك. لا خلاص. لومي عليكي برضو في حاجه واحده. طبعا. لازم البنات يخشوا المطبخ بتاعك وهم صغيرين. مستمع ميه عشان تحط. عايزه ميه؟ اتفضل. انا جاي لك ثانيه واحده. في حته فرخه هنا دي مش عايزاها ولا ايه؟ لا انا عاوزه ميه بس. انا معاك بس دي حته فرخه بتاعتها عشان تجيب ميه من عندها. عايزه ميه عشان اللحمه. عايزه ميه عشان اللحمه. تمام. الميه اهي. اتفضل. قد ايه ميه؟ ساعد كده كويس؟ طيب شويه كمان صغيرين معلش. شويه كمان ماشي. ها بس كده. تمام. هرجع لك تاني عشان نكمل بقيه موضوعنا. لازم تدخلي الاولاد وهم صغيرين معاك المطبخ. بخير. لا ما تخافيش، هم لما يبقوا لوحدهم. انا عموما لما بقف في المطبخ مع نفسي. دخلت انت المطبخ وانت عندك كام سنه؟ من ثم في دراسه ما بندخلش. كام سنه دخلتي؟ سنتنا كلها كنا بنتلكك ان في دراسه. اصلا طيب يعني انت ما دخلتيش المطبخ وانت صغيره؟ لا دخلت بس بسيط يعني، ماما ما كانتش مخليانا بصراحه. برضو انت واخده الموضوع وراسك. لا بس انا لما كبرت انا حابه المطبخ. فانا بحب انا اتعلم كل حاجه وانا اعمل كل حاجه بايدي. بس هو الطبيعي انك لازم تدخلي الاولاد ما شاء الله ربنا يحفظهم لك دول بنات، غير موضوع الولاد شويه دي هتسيح الزبده دي. ايه دي؟ الحمد لله. ماشي. البنات غير الولاد، البنات كل ما يخشوا المطبخ بدري كل ما يريحوك انت لما تكبري، لما يكبروا هم مريحين. وانت جرئيهم على المطبخ، مره تنظف مره تقطع مره تقشر مره تطبخ، الموضوع هيختلف. هم مريحين برضه. هم مريحينك في النظافه. النظافه ما هي الام من دول يعمل كده، عشان اعرف ناس كتير كده. تعمل ايه؟ تاخد حد معاها المطبخ يساعدها مواعين، واللي ما بيخش المطبخ عشان بيكسر الدنيا يكون بره في الترويق. أيوة. الصلاه بقى ويخش المطبخ من حد ثانيه وبتاع وموضوع. رايك ايه في الكلام ده يا استاذه؟ يعني رايي يتعودوا من هم صغيرين افضل يعني. يتعودوا من هم صغيرين قوي يعني المطبخ ويتعلموا يكون عمر مناسب يعني. لا يكون عمر مناسب يعني. 9 سنين. مش 9 سنين ادخلهم مطبخ ليه؟ انا عندي ليا اخت 9 سنين دي عندها ما شاء الله، وقبل 9 سنين بتدخلها المطبخ وتقعد تقشر لها بصل وتقعد تنضف لها مش عارف ايه وبتاع. وانا كنت بدخل المطبخ حسب الهوايه. لو هي غاويه هتلاقيها تخش لوحدها. عندي غاويين التنظيف في التربيه. التنظيف. وكده مريحني اكتر يعني. ربنا يحفظهم لك يا رب. ربنا يخليهم لك. طيب تقى صح؟ طيب كلمينا تاني يا تقى. ماشي الكلام. بتعملي ايه بقى؟ شواح الفراخ. انا عجبتني نظافتك في عارفه في ايه؟ تبلت الفراخ وسلقتيها، طلعتيها من السلق، تبلتيها عشان تحمريها، ولا غلطان؟ صح كده؟ ماشي. طب انا عايزه بوله. انت هتعمليها هتعملي ايه؟ هشوحها. تشوحيها بس. حلو قوي الكلام. وبعد ما تشوحيها؟ هشوحها يكون الفريك استوى، احط له صوص الطماطم وبعد كده احطه في الطاجن. خدوا بالكم ان احنا وقتنا بيهرب. خلاص على طول. ده ايه؟ دي اللحمه تستوي. تستوي. ماشي الكلام. وده الفريك. ماشي. عايزه حاجه عشان فيها البطاطس عندك تقطعيها، والكوسه والجزر ما شاء الله عليكي خلصتيهم. رواية مكانك وشيل حاجه انا مش عايزاها خالص عشان توسع الامور وتبداي تطبخي بقى التقيل شويه، لان خدي بالك كده احنا شكلنا مش هنلحق. لا ان شاء الله هنلحق. بس ولا نلحق؟ عاوزه يعني احنا بنتكلم دلوقتي بصي 2:30. لا تبقى فين؟ مش هنلحق. طب ده ماينس حاجه طبعا عشان ما نرجعش في كلامنا. ها؟ ايه اللي شايفاه عندك صعب ومش هياخد وقت؟ لا البوتاجاز. لا عايزه احلل البطاطس. البوتاجاز مطفي. طيب ثانية واحدة. العيب مش عندي على فكرة. العيب مش عندك. لا ماشي. العيب كده مش عندي. العيب مش عندك. العيب عندي انا. العيب في البوتاجاز. العيب في البوتاجاز. حاضر. يا هدية خديجة. الو. عايز احلل البطاطس. اعمل الدعوة بتاع. الو. الو. خديجة ازيك؟ ازاي حضرتك؟ اهلا بيك يا فندم، اخبارك انت عامله ايه؟ انا بشكرك على البرنامج الرائع ده. على راسي من ذوقك. ربنا يخليك. وكنت عايزه اعرف وصفه كفته الجمبري باي صوت. كفته الجمبري؟ حاضر ماشي. وايه كمان؟ وبشكر المنوزلتين الامارات وفعلا يعني برنامج هايل. ربنا يخليك ده من ذوقك من ذوقك. شكرا لحضرتك. ربنا يخليك. حالا هقول لحضرتك على طريقه كفته الجمبري بطريقه سهله. حاجة تانية؟ بشكرك جدا على ذوقك وعلى احترامك، شكرا جدا. عايزة حالة صغيرة للبطاطس. اجالكوا تحية يعني الحركة دي كده يعني. عايزة ايه؟ حالة صغيرة للبطاطس وللرز. ليه؟ البطاطس والرز.
حلل بس الرز، حلل البطاطس، حلل الرز غرف ولا طاجن؟ لا صواني عيني. ثانية واحدة، دي كويسة مع حضرتك؟ لا دي كبيرة. كبيرة انت هتحط؟ انا عاوزة طاجن احط التورلي فيه في الفرن. التورلي طاجن على طول ماشي. وعاوزة حلل الرز وحلل البطاطس الشوربة. الحلل قدامك كلها هناك اهي، دي كبيرة. والطاجن، الطاجن اهو كده تمام. انت هتبقى كبيرة على البطاطس. مسام تبقى كبيرة على البطاطس. انت البطاطس تعمل بيها ايه؟ شوربة غير التورلي. بص على كده، حلة اصغر، حلة اصغر. دي كويسة مع حضرتك ولا عايز اكبر شويه؟ لا دي للشوربه حلوه، وعاوزه للرز بقى عشان اسوي للرز. ماشي كده اهي. الرز 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 ماشي كده اهي. دي كويسه بقى ولا كبيره؟ لا كبيره، وحجم الرز ده ياخد حله صغيره شويه. خلي دي للرز وخلي دي للبطاطس. ماشي الكلام؟ ماشي. يلا تعالى انت واقفه على ايه؟ هنوقف حاجه ولا انت رايك هنلحق؟ ان شاء الله هنلحق. هنلحق ولا نوقف حاجه؟ لا ان شاء الله هنلحق. عشان بص الساعه دلوقتي ونص الا خمسه. هي معادنا كام؟ دلوقتي احنا معادنا يعني الا خمسه او الا 10 بالكثير، يعني الا 10 او الا خمسه. تلحقي؟ ان شاء الله. ماشي. انا عايزه طاجن احط في ال فاضل ايه؟ طاجن احط في الفريك. عايزه طاجن؟ حاضر. ده كويس؟ مفيش مصفي عشان المحصول. حاجة بايركس واسعة شوية. عايزة بايركس؟ حاضر. ايه الكلام في كده كويس؟ تمام. عايزة اتنين؟ لا لا كفاية واحد. لو عايزة تغير الطاجن ببايركس اغوط براحتك. بص كده. لا 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 مش خدي. شوف ده كويس معاكي؟ ده أكبر؟ ماشي. والاتنين دول لو محتاجة منهم حاجة أدي واحدة عندك، وأنت كمان لو عايزة حاجة تدخليها في فرن ده كويس معاكي برضو. في أكبر؟ لا حلو ده. تمام؟ حلو. أرجعهم ورا لو حبيته برضو موجودين. بس أنا على ما أعتقد حاسس، على ما أعتقد، على ما أعتقد حاسس. أنت حطيتي هنا إيه؟ ال رز. شوحت رز؟ بالشعرية. الرز مشوحته. حطيت فص مرقة. فص مرقة. حلو. بتفرميه المرقة ولا بتسيبيه كده؟ لا بسيبه وافضل اقلبه لحد ما يدوب عشان ما يتلكعش، ويبقى واجي اكل معلقة الرز يبقى في حتة مملحة زيادة. الله ينور عليك. انا بفرمه. بخليه زي البهارات. لا ما انا بستفاد بيه بالتشويحة ومع جدع. الرز. شاطر. ده ايه بقى؟ ده عايز مرقة كمان؟ لا ده انا هحطه في البتاع وبعدين اسيبه. هحطه في البايركس. طب يلا عشان وقتنا. هيلحق؟ ان شاء الله. ان شاء الله. وده ايه؟ دي الشوربه ان شاء الله فاضل لها 5 دقايق وادي نضربها. 5 دقايق والخلاط موجود عندنا جاهز. ماشي كده. ودي اللحمه والبطاطس اللي هي التورلي مظبوط؟ ان شاء الله. بص انت بتفصلي البوتاجاز، هو بيفصل اصلا خلقه، وانت بتفصليه تاني بتحطي له ميه. بص دي تفصله. فين دي الميه؟ مش سامعك. مش سامعك يا شفيق. استاذه ياسمين. السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا ياسمين؟ ازي حضرتك؟ اخبارك ايه؟ كل سنه وحضرتك طيب. وحضرتك طيبه، ربنا يخليك يا ياسمين. انا مبسوطه جدا باللي حضرتك بتقوله عن مصر وعن الشباب وعن كل حاجه حلوه بتقولها النهارده. والله يعني ربنا يا رب يديك الصحه. يا رب يعدي على خير يا ياسمين. والله انت شايفه الموضوع يعني يا رب مزعل الناس كلها. والله عمرك تفضل دايما تقول الكلام الحلو يا رب. ربنا يخليك. ده لازم كلنا نتكلم اللي في قلبنا، ما نخبيش ما تخافيش، قولي اللي انت عايز تقوليه، وكل واحد فينا يقول اللي هو عايزه، لاني حاجات بتزعق كتير مش عارفين نعمل فيها ايه. انا على حضرتك وكل سنه وحضراتكم طيبين، وبهنيك جدا على البرنامج الجميل ده، وكل سنه وحضراتكم طيبين. ربنا يخليك وبشكرك جدا لذوقك. طب مفيش اي سؤال؟ طيب اي خدمه؟ لا شكرا لحضرتك. ربنا يخليك لذوقك. شكرا جدا ليك واتصالك. شكرا جدا ليك. يعني قدامك كتير الرز ده؟ ما تسقيه طيب عشان ما تخلصش. وانتي؟ انا حاسس ان انا وانا زعلان قلب على زتست شويه. واحد صاحبنا شادي بيقول لي وانت بتقول لهم ما تطبخوا ولا تسقطوا، قلبت في سنه على زتست. صح؟ صح. ما
مش عايز اعمل كده والله، خلي ستست بالليل والصبح يكون الواحد يبقى كده. عزينا. طيب ده هتحمري دي بالسمنه؟ اه بالسمنه. بحط لها معلقه زبده ومعلقه زيت. السمنه دي كتير شويه ولا قليله؟ حلوه. تحب السمنه ولا الزبده؟ لا الرز اعمله بالسمنه مع معلقه الزبده. سمنه ومعلقه زبده. وانت بتحب الرز سمنه بلدي؟ بالزبده. بالزبده ليه؟ بتدي طعم ونكهه احلى. طعم ونكهه احلى. وبتدي الرز لون كده انا بحبه، لون مفتح شويه. هي دي ليها برده مزاج، خد بالك. يعني السمنه احنا قلنا الفلاحين ما بيستخدموش الزبده، سمنه كله سمنه. واحلى طبق رز تاكليه هناك جوزي بيحب الاكل إيه؟ الزبده. قولي بقى كده، قولي جوزي بيحب الزبده. انا بحب الزبده برضو على فكره زي حالاتك، بس هي السمنه، فكره السمنه عامه باي نوع من انواع السمنه وبالذات السمنه البلدي، يعني مين ما يحبش السمنه البلدي؟ اي نعم تقيله والكوليسترول عالي شويه، بس في انواع سمنات كتير جدا تبقى اخف شويه بس ليها تيست. بس لو نرجع للاصل، الفلاحين قرايبنا واهلنا في الصعيد في كل حته، هي السمنه 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 يعني. عصا ولا السمك دي ولا عصا؟ بس عايز عليها دي شغاله اهي. انا كده هعدلك اكتر، نعوز عليها اللحمه ورق. علي كله. حاضر كده كده انت النار كلها يعني عاليه خالص، بس ما تنزليش ميه عليها عشان ما يفصلش. طيب هنقف عند الرز اللي اتشرب ونسيبه نوطي عليه النار. مظبوط. والتورلي شغال والشوربه هتتضرب في الخلاط والطاجن راح في الفرن. كده عندك ايه تاني؟ هضرب البتاع وهدخل كل ال هعمل الطاجن، احط عليه فلفل الوان واحطه في الطاجن. ما تفك فلفل الوان لازم اسمع كلام، هشوف اسمع مني بس، لو وحش اقول وحش، انت عارفاني. هو ده اللي انا عايزاه. طيب ماشي كده. وانت كده فاضلك ايه؟ انا هشوح الخضار واحطه على اللحمه واحطه في الفرن. هشوح الخضار واحطه في الطاجن واحط اللحمه واحطه في الفرن. ماشي كده. وهنا اللحمه بتستوي. والشعريه قربت تعمل ايه؟ فاضلك كتير ولا قدامك ايه؟ كده مش ناقص الا شوربه البطاطس بس. طيب خلينا نقف عند الجزئيه دي ونطلع فاصل، وبعد الفاصل نشوف اخبار الاكل ايه. اهلا بكم مره ثانيه مع لقمه هنيه. طيب قلت لكم ايه يا جماعه؟ بس كده البطاطس شوربه البطاطس هتتضرب. طيب وحضرتك؟ شوربه البطاطس هتتضرب. بس شوربه البطاطس هتتضرب، هي تخلص وتضرب على طول. طيب وانا عندي اسئله كمان لازم اجاوب عليها، بس خلاص ضرب. تمام زي الفل خلاص. هتاخدوه؟ لان اكيد مش هشربها كلها. هو الرز كده واطي عليه خالص. انت عايزه ايه؟ عاوزه اوطي عليه قوي. أول عايز توطي عليه. هو على كام؟ أربعة؟ اه على ماينس نزل حد ثلاثة براحتك أو اثنين حسب ما أنت حابب. لا استني ده صح؟ اه كده كويس؟ عشان اثنين هو يشرب المية بتاعته بس، ولا عايز واحد؟ لا واحد كده كويس؟ تمام. طيب كفته الجمبري. كفته الجمبري لوحدها لو جبنا جمبري لوحده وحبينا نعمله كفته مش هيتعمل. يعني ايه؟ يعني الجمبري لما يتفرم هتلاقوه صايص شويه، فاحنا بنربطه بحاجه من الاثنين. ممكن نحط يا اما دقيق وبقسماط والتركيبه دي، او ممكن نجيب حته سمك فيليه قشر بياض تكون محمله سنه، هيبقى فيها زي عرق فتربط معايا الكفته. ده في الاول خالص. طيب ايه بقى معاها؟ ايه تاني ممكن نحط معاها؟ توم. وممكن لو مش عايزين نحط توم ولا بصل نحط توم باودر وبصل باودر، ده موجود وده موجود. معلقتين شبت او عودين شبت مفرومين كويس قوي، معلقه كزبره مفرومه برده نفس التركيبه، ونحط البصل زي ما قلنا، ملح وفلفل، وعندي حبه كمون على بهارات سمك، وكمان لو حابين نحط حبه بابريكا يخليها محمره شويه. دي تركيبه حلوه قوي. وفي ناس تقول لك احب عليها احط عليها ابيض بيض حسب التركيبه، في ناس تحب تحط قول جواها مثلا نص بطاطسايه حسب الرغبه، ولكن انا بتكلم على الحاجه اللي تبقى معايا سهله. يبقى احنا حطينا في كفته وعملنا كل التركيبه دي كلها، ضربناها على وشين في الكبه كويس قوي بقت بوري. لقيتيها وانت بتطلعيها من الكبه خفيفه برده، حطي لها حبه دقيق لمي كويس قوي باللي في العجانه او في المكنه او انت حضرتك، وطلعيه اعمل الصوابع كويس قوي. ممكن تمشيها افضل بانيه. بانيه ازاي؟ هنجيب الاول طبق زي كده مثلا فيه دقيق،
وزيه فيه بقسماط، والناحية التانية عندنا بولة فيها واحد عدد بيض وربع كوباية لبن مع ملح وفلفل، ونعمله بانيه. نعدي الأول على الدقيق فهيربط، وبعد كده على البيض وعلى اللبن فهياخد الأباراي أو الطبقة التانية للبانيه، وآخر حاجة الفيجيتار أو البقسماط، وبعد كده تقلبيهم شوية مع بعض، تعملهم على شكل صوابع على شكل بانيه شوية، وتدخليهم التلاجة، وده أهم شيء. التلاجة عشان تتشمع وعشان يتمسك شوية لمدة نص ساعة، ساعة ونص، ما عندوش ملح خالص، زيت يكون غويط وسخن، وحمري ومن هنا والشفا. طيب يوم الأربع اللي فات كان الشاورما كانت عاجبة حضراتكم، او طريقه الفراخ بطريقه الشاورما اللي احنا عملناها بالمشروم والخضروات، وعملناها في العيش التورتيلا او العيش الصاج، سهله جدا. جبنا نص كيلو من صدور الفراخ، قطعناهم تقطيع الشاورما، تبلناهم، وده اهم شيء، بالملح بالفلفل ببهارات الفراخ، وده اهم شيء. عملنا تتبيله حلوه قوي، جبنا علبه زبادي ومعلقه صلصه طماطم وتوم باودر وبصل باودر وكمون وبهارات عاديه خالص، وقلبنا كله مع بعضه. حطينا كمان معايا لو انتم فاكرين معلقتين توم مفرومين وحبه خل، شويه حبه ليمون عشان اتبل كويس قوي. اهم من التتبيله وقت التتبيله، دايما انا بتكلم في النقطه دي كتير قوي، لازم نتبل الحاجه كويس، تاخد وقتها في التتبيله عشان بالعربي كده يعني تخش جوه اللحمه او جوه الفراخ او جوه السمك التتبيله، لانه لو سبناها من بره على ما اعتقد هيبقى شكل وريحه فقط لا غير، لكن الطعم هو الاهم. ده هيتاخد طبعا من خلال الوقت الكتير ومتقفل عليها بستريتش مثلا او ببلاستيك جوه الثلاجه. ده بالنسبه للفراخ. الكريسبي او الحاجات المقالي الكريسبي، اي حاجه انا عايز اعملها كريسبي، في ايدينا ثلاث اربع انواع من البقسماطات. حلوه البقسماطات دي او البقسماط، يعني رقم واحد عندنا البقسماط المطحون بتاعنا العادي الناعم، اتنين عندنا الفيجيتار اللي هو بيبقى شويه في منه مبهر وفي منه عادي، ثلاثة عندنا الكورن فليكس بس مجروش، أربعة عندنا بقسماط أصفر ذرة بيتجاب من عند العلاف أو العطار، مش في السوق ماركت كتير. دي الأنواع اللي احنا بنستخدمها كتير وبتباع بكيلو ومش غالي، أنا بجيب حبة ب10 جنيه وكلام مش غالي قوي، بس حبة دول بيقعدوا شوية كتير. وأنا شايف من وجهة نظري إن أي حاجة منهم تمشي، ولكن في حاله واحده عشان ناخد الكريسبي اكتر واللون الذهبي اللي احنا محتاجينه. هنتكلم مثلا على الكريسبي، حاجه اللي ممكن كلنا بناكلها وما فيهاش صعوبه، ولو هنعمل حاجه اخف منها فيبقى الصعوبه في ان انا هتكلم عليه. طيب جبنا فرخه على 8 او على 10 فرخه، قطعنا الصدر على 2 في 2 يبقى 4، والوراك نفس الموضوع، وعندنا الوينجز ده كده 8 قطع. عملنا ايه؟ سلقناهم نص سلقه عشان خاطر اسوي الحاجه عشان فيها عظم، ده الصعب بقى اللي بتكلم عليه. طلعت بردت شويه، عملنا التتبيله. التتبيله بتاعتنا ملح وفلفل وحبه توم باودر على بصل باودر، تبلت الكريسبي في الفراخ عامه يعني. طيب بعد كده ايه اللي هيحصل؟ هعديها على الدقيق، وعديها على البيض واللبن، وعديها عندي بقى على البقسماط اللي اختاروا من اربعه اللي اتكلمنا عليهم. اربع انواع بقسماط نتكلم فيهم زي ما احنا عايزين. طيب في حاجه بقى ممكن نخليها شويه كريسبي اكتر لو من غير بقسماط، بالدقيق بس. هجيب بوله فاضيه وحط فيها معلقتين دقيق وحبه ميه، دخلت مثلا الجمبري، جبت الجمبري تبلته كويس قوي في الدقيق، بدل ما احمر على طول لا، هروح منزله في البوله اللي فيها دقيق وميه وابدا احمر. ده شغل المحلات يخلي الطبقه اكتر وكريسبي اكتر، ده موجود، بس لو بات بيعجن، لازم يتاكل نفس اليوم. لو بات بيعجن، هات روح اشتري سندوتش جمبري من اي حته وهاته معاك، هتلاقيه طعمه جميل جدا، بس لو سبته تاني يوم هتلاقي زي ما يكون زعلوا من بعض او اتخصموا الكفر اللي موجود بره الجمبري، والجمبري بقوا بعيد عن بعض، او الفراخ عامه، اي حاجه ليها علاقه بالبنيات شويه اللي بتتجاب من المطاعم عامه لو باتت تاني يوم ما بتتاكلش، لكن لو في البيت وما عملتهاش بنفس الطريقه اللي بتكلم عليها بتاعت نزلها حبه ميه وتحطها على طول، دي يتاكل وعادي جدا. دي بالنسبه للكريسبي. واهم شيء في الحاجات الكريسبي بالذات حاجتين، نخلي الحاجه الاولى ان بعد ما نحط البقسماط نحطها في التلاجه فتره طويله عشان تتشمع او في الفريزر. تاني حاجه واهم منها، الزيت يكون سخن جدا وغويط عشان سخونيه الزيت تعمل صدمه، والصدمه تحمر الفراخ او تحمر اي حاجه بانيه. طيب وقتنا خلاص خلص في الاكل، هنقدر ندوق ولا نعمل ايه؟ خلاص كده؟ ها قدامكم كتير، الشوربه تمام، رز تمام، الفريك تمام. طب يلا انا اهو انا جاهز، وانا كمان تمام على فكره. طب انا لسه الرز، كل حاجه هنا بقى عشان ندوق.
انتوا خدتوا المعالق ان انا هاكل بيها. انت اللي خدت كل المعالق كلها. أيوة انا بس طب هاكل بايه؟ معرفش. هدوق بايه؟ خدت كل المعالق كلها ماشي. معرفش. ايش كلام؟ انت قدامك قد ايه؟ البطاطس الشوربه بس هتتضرب وخلاص. اجيب بس طبق عشان قدامك قد ايه؟ الرز؟ خلاص خلص؟ هتتضرب والرز وده يعني دقيقتين البطاطس الشوربه. يا مدام ناهر. ايوه. صباح الفل، ازاي حضرتك؟ السلام عليكم. صباح الفل. السلام عليكم. وعليكم السلام، ازاي حضرتك؟ ازيك، انت عامل ايه؟ اهلا بيك يا ماما. الحمد لله والشكر لله، كله زي الفل والله. ربنا يديك الصحه يا رب، وانا بعزي شهداء مصر كلهم ومصر كلها يا رب. اللهم امين. دعواتك حق والله، وحزبي الله ونعم الوكيل فيهم. ونعم بالله ونعم بالله، ربنا يخليك يا امي. ازيك يا حبيبي، عامل ايه؟ ربنا يديك الصحه. الحمد لله والله يا حاجه، والله كله زي الفل، نحمد ربنا. طمني على صحتك، انت كويسه؟ الحمد لله الحمد لله. دايما دايما. ايه رايك في موضوع المسابقه النهارده يا حاجه؟ جميل جدا، وربنا يديك الصحه انت وكل من بيعمل في القناه ديت والله. الله يخليك يا امي. توقعاتك مين اللي يكسب النهارده ومين اللي يخسر؟ لا الاثنين زي الفل والله. الاثنين زي الفل. استاذه؟ نعم. حضرتك مامتها؟ انا مامت نعمه. وهي نعمه مالها واثقه في نفسها قوي كده ليه؟ عشان هي اللي بتعمل كل حاجه. قالت لي انا طبعا دي ماما، يعني انت رايك كلامنا مظبوط. الله يخليك يا امي ويديك الصحه ويخليها لاولادها. الله يخليك يا ماما، بنشكرك على اتصالك الجميل ودعوتك الحلوه. بشكرك يا امي، شكرا جدا لك. بالراحه شويه، تواضع لله يعني رفعه. الحمد لله. طيب ربنا علينا ووطي انفسنا. مالك ايه؟ ما ايش طمني انا يعني، شكلك حلو بس ممكن تكون وحش. ان شاء الله يبقى صحيح. ان شاء الله ان شاء الله. حبك انت يا هادي والله العظيم، انت كده واثق واثق. بضرب لك الشرب ايده اهو. طيب الشوربه عشان ندوق. انا خدت المعالق بتاعتي وعورت نفسها وطفت البوتاجاز وواثقه ان هي تكسب. عشان ايه؟ مش فاهم. قولي لي انت، خليك انت مكاني. محي الشرقاوي. ومش فايق لك النهارده. واثق من الفوز. اقسم بالله انا ما فايق النهارده. عارف لو انا فايق لك النهارده كان الموضوع اتقلب، بس الواحد زي ما انت عارف. ماشي. هنضرب الشوربه زي ما احنا عملنا ايه من شويه ليكي. ضربت لي الشوربه بقى. ايه اللي بتقول؟ مش انا. برضه نبقى صرح. فين طبق الشوربه ده اللي هيتغرف؟ دي الكريمه بتاعتك؟ تمام. ال احنا هنغرف هنا في النص الميديا. عفوا، حاجات الفرن دي نظامها؟ لا ده لسه شويه. تبع مين فيكم؟ تبعي انا اللي تبعك انت. طب اتفضلي. الدكتور لي تبعي. اه طب يلا حط حاجتك في النص. احنا نشوف معنا ابدا. انت هتاكلينا بتلعب فين؟ ماشي. لا تعالي من جوه عشان الكاميرات، انت كده مديه ضهرك للناس اللي هو خد يا اخوانا الاكل من الناحيه دي. تعالي من الناحيه دي. ماشي. والله انا عمال ادور على معلقه اكل بيها. ده انا لو في بيتنا كان الموضوع اتقلب. كان في معلقه بس انا مش عارف دي مصدرها منين. ما علينا. في معلقه صغيره. معلقه صغيره؟ انت بتاكلي معلقه صغيره في بيتكم؟ اكيد لا. هات يا عم شادي. هي دي بس مش عجباني. اعمل عشان في اطلع لك من الناحيه دي برضه. اي الحمد لله، تسلم ايدك. ارجع لك بقى عشان بس الكلمه دي ضايقتني. انت في بيتكم بتاكل معلقه صغيره؟ ساعات ما بيكون ساعات. لا ما انا مش عارف اقول ايه. ماشي ماشي، للدرجه دي يعني بتعملوا فيها كده؟ ماشي. فرصه انك مش فايق ومش هترد عليا. فرصه انك مش فايق ومش هترد عليا. لا يا ست انا اقدر ارد عليكي. انا اقدر. دي شبه حضرتك، ده انتوا على دماغنا. ربنا يخليك. دي ماشي الكلام، وده رز حضرتك. عشان بس سخن شكل الصينيه ما شاء الله. اكيد جوزك قاعد دلوقتي بيقول ايه؟ امتى الحلقه تخش عشان اخش اكل لقمه من مروح هنا ولا هنا، صح؟ عفوا. بسم الله الرحمن الرحيم.
قبل ما تدوق شربتها تطلع خفيفه. طب انا ماشي خش يلا بالرز على طول. عفوا. دي حبه هنا. حبه هنا افتكرت مكعب. لا حبه هنا عشان هو مسقي بالشوربه. عشان هو مسقي بالشوربه. ايه تاني؟ هم دول بس اللي عندك النهارده؟ لا في الفرن اهو. خلصوا ولا لسه؟ ما تطلعيش حاجه انا هطلعها. طلع؟ لا شويه دقيقتين. لا فيش شويه. خلاص الوقت جري. انتوا عاملين حاجات بزياده ولا بتهيألي؟ ثلاث طواجن المفروض يبقى اثنين المفروض يعني. ما هو ترلي واثنين واثنين. انت يعني انا اثنين. انا اثنين. دول بتوعك انت. بسم الله الرحمن الرحيم. طب دخلي شويه. بص طلعهم ودوقهم وسيب بتاعي بقى. خليه شويه ده. ده خليه شويه ده طلعت الاول. ما خلاص خلاص الحلقه. خلاص الحلقة؟ والله خلصت. ماشي تمام. هننامل على قد ما نقدر يعني. يبقى نكمل صيام بعدين. مش سامع. لا حضرتك ما. لا ما استغنيش. انت بتكلمي نفسك ولا بتروشي عليا ولا عايزة ايه مني النهاردة؟ بقول هنبقى نكمل صيام بعدين. نكمل صيام. ماشي. عايز يا شفيق. هم ما بيعلوش صوتهم خالص، هي بس اللي بيعلي صوته هي نعمة وبتعيشوا عليا. يعني هي انا هشكل جوزها بعد ما اخلص. ده بتاعك صح؟ تمام. كده سيبه بقى. ده بتاعك؟ اسيبه ولا شويه؟ اسيبه. ها على ما تدوق ده. لا ده شكله ني اهو لسه ما سواش يا شفيق. بص بقى ما هو ده اللي انا بقوله. انا بقول بقى انا هدوق ومش مش هقول بس. انا يعني حاول تدوق الحاجات اللي استوت. التورلي برده هو التورلي برده اللي ني. خليك تسلم انت. انا هاكل معلقه صغيره يرضيك؟ طيب. مين اللي واقف في مكانه؟ اقف في مكانك عشان ما تغشيش. مش هغش. هو كان عاوز يقعد شويه في الفرن. مش سامعك. كان عاوز يقعد شويه في الفرن. هتتكلمي على صوتك من نفسك. كان عاوز يقعد شويه في الفرن. كان عايز يقعد شويه في الفرن وانا عارف، بس هنعمل ايه طيب؟ احنا بقى لنا كام ساعه شغالين؟ ساعه ونص. لا اقل. صح؟ اقل من ساعه ونص. اقل من ساعه ونص؟ ايوه. ماشي. خلينا بس فراخك شكلها حلو مستويه اهي. الحمد لله. انا عمال اطلع عايز حته واحده بس كده. سجلت قلبي مين؟ لا اله الا الله. اول مره في حياتي وانا باكل حاسس ان الاكل ملوش طعم. مش حلو ولا وحش منكم ولا ايه؟ مش حلو منكم وحش، بس هو اليوم يعني الحمد لله. انا كل مره بقعد عمال اكل مبهور، بس انا باكل عشان خاطركم والله العظيم. انا ولا عايز اكل ولا عايز ادوق، بس علينا. ما علينا يعني. معلش خليها علينا. ومش منهم هم اكيد يعني، من الواحد يعني كده. الاخبار ده هتلاقينا شويه. ايه ده هتلاقينا شويه؟ ايه ده هتلاقينا شويه؟ هو ني خالص مش شويه. طيب بس اللحمه مستويه. عامه اللحم مستوية. أنا عنده الصوص. أيوة أحسن حاجة. ناسي ملح النهاردة خالص؟ دلع؟ بس أنا ما أحبش كله. كله دلع؟ لا أنت إيديك خفيفة في الملح ولا أنت ما بتحبيش الملح كتير؟ ملح كتير. ما بحبش ملح كتير. أنا بس بسمعك. طيب. دوق الصوص. ما انت هناك ده كان ني ودوقت الصوص. حاضر. ما هو ني قوي برضه زيه. انت بتدويني الصوص عشان الفلفل القلم. ايوه. الفلفل الرومي اللي فيه. ايوه. ماشي. دي نقي واحدة مش مهمة. اصبر يا شفيق والنبي. هنصلي مع بعض العصر ما تخافش. طيب. هو في طبقين مبدئيا بره اللعب. منك انت وهي. اتفقنا من الاول وقلنا لو الوقت مش مكفي يا جماعه الماينس طبق، قلتوا لا انتوا الاثنين صح؟ طيب. اما
اللي اتعمل حلو، اللي اتعمل حلو يعني شرباتك جميلة، رز حلو، الطاجن بتاعك جميل جدا. وانا احب الطاجن يكون مش ناشف، في سنة مرق، ما يبقاش الموضوع ناشف وحاسس ان هو رز معمر. ولكن الرز بتاعك كويس، بس الاحسن من الرز ومن الشوربة عندك طعم الفريك حلو مستوي، يعني يتاكل حلو، يعني ناكل منه معلقة واثنين وثلاثة. الشوربة بتاعتك برضو حلوة مش وحشة. طبعاً دول في الساكسفونيا. طيب اللحمة استوت ولا ما استوتش؟ صح؟ اللحمة مستوية ولا لا؟ اللحمة مستوية، وهنا طيب اللحمة مستوية، بس الاثنين مش مستويين كلهم، يعني توتال انا مش اسد هاكل لحمة بس، لا اكيد هاكل خضار وهاكل صلصة. صح ولا لا؟ الخضار كان عاوز يقعد شوية في الفرن. كان عاوز يقعد شوية في الفرن. طيب انتوا الاثنين استبر باللي حاضر، والله الاذان حاضر ماشي، عشان خاطرك انت، عشان خاطر الاذان بس. طيب انتوا الاثنين احسن من بعض، بس التست بقى هنا، بقى هنا في حاجة صغيرة في التست ما بين الاثنين. شربتك عالية قوي، رزك مظبوط، طعم تسوية، الطاجن بتاعك ما شاء الله حلو جدا، طعم الفراخ بتاعتك كويسة، انت عندك طاجنك انت عالي اعلى الناحية التانية تمام. الرز عندك كويس، الشوربة عندك حلوة جدا، فكرة الملح مش هقيمك طبعا واخسرك او اكسبك عشان خاطر ملحك عالي او ملحك زايد، بس نمشيها معقول، لو عايزين نزود ملح نمشيها. انتوا الاثنين اديكوا مركز اول، مفيش حد احسن من حد النهارده، مش هزعل حد، ما عنديش كفايه انت زعلان، كفايه انا زعلان وانتوا اكيد زعلانين، فانتوا الاثنين مركز اول، مش هزعلكم والله، لانك انت نظيفه جدا في شغلك وعملت حاجات حلوه وعلى قد ما قدرت عملتي، وانت نفس التركيبه، عيوب الاثنين مناسبين زي بعض على ما اعتقد، فكره الملح ممكن يكون على المائده ممكن نزود، مش هظلمك واخليك مركز ثاني عشان ملحك، ومش هظلمك اخليكي مركز ثاني عشان خاطر صيصه او ماسكه. فانتوا الاثنين بشكركم لوجودكم النهارده، نورتونا، ولكن كان نفسي اسقطكم بس معلش بقى الظروف هي اللي نجحتكم. بشكركم جدا طبعا، الهديه موجوده نديها لكم بعد الهواء عشان ما حدش يشوفها. بشكركم جدا، حلقه جديده وبالليل النهارده ذا تيست. سلام عليكم. Thank you.